مع المدرس مع الأستاذ. المدرس الآن ماذا يريد منك؟ إيش يريد منك؟ مال؟ يريد منك أن تتمسح به؟ لا، يريد أن تتعلم العلم وتعمل به، يعني هو يحب لك الخير، فأنت لابد أن تكون وسط مع المعلم، لا إفراط ولا تفريط. يعني ما تتمسح به، ما تسجد، ما تركع له، لكن مع هذا ما تسبه، ما تناديه باسمي، لا تقول يا شيخ يا أستاذ. لا تلعب في الفصل وقت يدرس المدرس أو تأخذ الهاتف. إذن لابد أننا نعرف حق المعلم حق الأستاذ. يعني هؤلاء الطلاب جزاهم الله خير، قلنا هاتوا الهاتف احضروه، تمام. طاعة في غير معصية الله.